بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبر لهو خير للصابرين
ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا
فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا
عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم
صدق الله العلي.